قيل لأعرابي من أهل البصرة: هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال: والله ما شككت لحظة في ذلك قط أني سأدخلها، وأن قدمي ستخطو في رياضها، وأني سأستظل بشجرها وأشرب من مائها. الناس تعجبوا من هذه الثقة اللي عند الأعرابي. قالوا له: أفبحسنة قدمتها أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وأي حسنة أعظم وأجل من إيماني بالله عز وجل وجحودي لكل ما يعبد من دون الله؟ قيل له: أفلا تخشى الذنوب؟ قال: خلق الله المغفرة للذنوب، وهو سبحانه أجل وأكرم من أن يعذب محبيه بنار جهنم. يقول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين؟ قال ابن مسعود: والله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن، لأن الخير كله بيده سبحانه.